الميت ده متوفي لغايه ما بينزل القبر اكنه في حلم بالظبط. والله اعلم انا كنت لوحدي. والله كنت لوحدي وميت غريب مش من مصر. كنت بغسله في مستشفى. اوكي تمام. وكان بيتقلب معايا. هو اللي بيتقلب؟ والله العظيم اجيبه يمين اقول له يا عم الحاج مفيش الا انا وربنا وانت، تلاقيه جاي معايا. شمال يمين اجيب الظهر وانا لوحدي. او في حالات ممكن تخش مستشفى تقع فيها لوحدك. تعرف تتصرف ازاي؟ وهو بيبقى سامع زي العين كده ما بتبقى مفتحها. تسبلها له. ما تسبلتش بيبقى عاوز حد من اهله يشوف. لو ما سبلش بتسبله من اول الصباعين الكبار تسحبهم بالراحه. وانت بتشدهم بالراحه الطاعه لله ورسوله الطاعه لله ورسوله الطاعه لله ورسوله تسحب. لو فتح العين اليمين او الشمال يبقى هو منتظر حد يشوفه. وبنسال انا ساعات اسال اقول له هو كان منتظر حد يبص عليه او هو هيشوف حد؟ يقول لك اه. تقول له الامانه موجوده او مش موجوده، يعني الامانه دي اهله. اللي اذا كان مسافر او اذا كان هنا بتقول له عليه. وساعات الحد ده يكون موجود بره، اقول لهم دخلوه. يدخلوه في الاخر يبص يبوسه من قورته. يقول له بالسلامه. هو اكنه في حلم بالظبط. الميت ده متوفي لغايه ما بينزل القبر اكنه في حلم بالظبط. والله اعلم. بس العلامات اللي بتدل لما البني ادم بيسمع. الشهاده والتلقين. وانتوا بتقولوا الشهاده او التلقين بتحس ان هو سامعها؟ الله اعلم. بس انت اللي عليك بتقول له الطاعه لله ورسوله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. كل ده سمعه. من جهه اليمين بيبقى سمعه. طبعا. طيب ايه العلامات اللي ممكن تكون شفتها علامات بقى سلبيه انه كان كانه خايف؟ تلاقيه مكشر وشه. مكشر وتلاقي الوش مغمق كانه اسمراني. وهو بعد عنك يعني شفنا، انا شفت كتير، مش هقول لك لا. هو الواحد المفروض يعني ما بيتكلمش في حاجات زي دي. انا عارف انت بتتكلم في الخير، بس انا عايز انا عايز اوصل للناس حاجه. الفكره يعني وعمل البني ادم العمل بالظبط كده عمله بسببه وبيبان قوي في بيبان عمله. ده هو راجل صالح وتلاقي الخير اللي هو بيعمله تلاقي ربنا موقف له ناس بتخلص له حاجته. بتخلص له كل حاجه، كل حاجه في ثواني. يعني في ناس مسافه ساعه او ساعتين تلاقيه بيدفع وشكرا اكنه ما كانش موجود. ما كانش موجود. بس ممكن في مره صدفك او صادف العيله طالما احنا وارثين العمال. المهم. هل مره صادف انه وفي حاله غسل ان حد صحي؟ لا. مرحله الغسل دي معناه انه خلاص اكيد انه توفى. خلاص هو بيبقى باين جسمانيا بيبقى باين. انا دخلت اشوف ناس اتوفت في ثواني. الجسم بيبقى باين من ضفر الرجل، ساعة ما بتحط من عند ضفر الرجل ايدك كده وتلاقي او تجيب ابره وتنكش رجله بابره، لو في نغزه او في حاجه تلاقيه يعمل اي حركه. كده معناه انه لسه في حياه. اما لو ما فيش اي حاجه خلاص بتبقى ساعة الزمن تلاقي الساقعه مسكت من رجله وجسمه خلاص كده دغري. سبحان الله.